تمام، احنا رجعنا بعد البريك. هكمل باقي المحاضرة. الجزء اللي باقي مش كبير بس هو مهم، لأنه يعني كأنك بتحل بقى اللي احنا المفروض اللي انت فهمته بتطبقه وتشوف نفسك فهمته ولا لا، ولا محتاج ترجع تاني تفهم الكونسبت من أول وجديد. المفروض انا عندي هنا في، وده الجزء اللي انت المفروض بتتسأل عليه مينلي، ده شكل الأسئلة اللي بيجي لك بس بشكل مختلف. يعني احنا هنا عندنا البروبلم وجايبين لك الحل، فانت ساعات ممكن نجيب لك البروبلم ونقول لك اكتب الحل بتاعها او اكتب الالجوريثم بتاعها، نجيب لك الالجوريثم ونقول لك طلع الكومبلكسيتي. يعني الجزء ده مهم لان هو ده التطبيق اللي انت بتلاقيه في الاسئله بتاعت الامتحانات. طيب انا عندي هنا المفروض في بروبلم، البروبلم دي اسمها ايه؟ اسمها بريفكس افريج. البريفكس افريج دي اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن ان انت يبقى عندك اري كده مثلا، تمام. والبريفكس افريج اللي هو بيعمل ايه؟ بيحسب لك لاي element في الاري، بيحسب الافريج بتاع الاليمنتس اللي قبله، عشان كده سماها بريفكس. بريفكس يعني الجزء الاول اللي من اللي قبل اي حاجه. البريفكس افريج يبقى انت عندك لاي element ازاي تقدر تجيب الافرج بتاع ايه؟ بتاع الاليمنتس اللي قبله. تعالوا نشوف كده، نشوف الكود ونفهم الكود ماشي ازاي واحده واحده، وفي الاخر خالص المطلوب منك من الكود ده ان احنا نطلع الكومبلكس بتاعته. يعني ايه نطلع الكومبلكس؟ يعني نطلع البيج او بتاعته. طب البيج او دي يعني ايه؟ يعني عايز اجيب الابر باوند للالجوريثم ده من غير ما اعمل له امبلمنتيشن، يعني اوصله لواحده من السيفن فانكشنز. ده من الاخر يعني. فانا عندي هنا ديف بريفكس افريج داخل له بارامتر اسمه اس، يبقى انا افهم من الستيتمنت دي ايه؟ ان ده الفانكشن بتاعت اسمها كده وداخل لها البارامتر اللي اسمه اس، والاس ده اللي هو مين؟ ده اللي هو الاري بتاعي، يبقى ده الاس. طيب ان بتساوي لين اوف اس، ان بتساوي لين اوف اس دي معناها ايه؟ معناها ان هو ده عايز يجيب اللينث بتاع الاس، اللينث بتاع الاري ده، اللينث بتاعه كام؟ 1 2 3 4، يبقى الان بتساوي 4، اللي هو بيمثل ايه عندنا في اللي احنا قلناه قبل كده اللي هو الانبوت سايز. طيب عندي هنا في البايثون هنا بيقول لي ايه؟ الاي بتساوي زيروز اوف زيروز تايمز ان، يبقى هو معناه ان هو عايز يكريت اهو اهو قدامي على طول اهو ال ده بنسميه الكومنت بتاعه، ان هو بيقول لك الاي دي ده عباره عن اري بيتكريت. الاري ده اللينث بتاعه هو نفس اللينث بتاع الاس، عشان كده ضربها في ان، تمام. وعمل انيشاليزيشن ليها بكام؟ انيشاليزيشن ليها بزيرو. ده سماه ايه؟ ده سماه ايه؟ ابتدى هنا. خلينا ماشيين واحده واحده، احنا بنحاول نفهم وبنشوف الكود ده هيوصلنا ازاي نفهم البروبلم بتاعته. فور جي ان رينج ان، تمام. يبقى هو عنده فيه فور لوب اهي. طيب الفور لوب دي هتعمل ايه؟ كل مره كل ما ابتدي مره في الفور لوب، او كل ما ابتدي ايتريشن في الفور لوب دي، في فاريبل اسمه توتال. التوتال ده تبقى قيمته بزيرو، وببتدي اقول انا عندي اهي الجي، تمام، وعندي في اي، وببتدي اقول لكل مره في الجي امشي لي فور لوب ثانيه. الفور لوب دي ماشيه من اي لغايه ايه؟ جي بلس 1. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي المفروض الاري بتاعي بادي من كام هنا؟ افترضنا ان الاري بادي من زيرو، بادي من زيرو اهو، ادي زيرو 1 2 3، يبقى هنا زيرو 1 2 3. الجي لما تكون بزيرو هيمشي الفور لوب بتاعتي الاي من زيرو لغايه جي بلس 1، يبقى الاي هتبقى بكام؟ الاي رايحه من 0 لكام؟ ل 1. هيعمل ايه بقى؟ يزود على التوتال قيمه الاس اوف اي. الاي كانت بكام؟ الاي اول مره ب 0، يبقى التوتال 0 بلس كام؟ الاس اوف اي اللي هي كام؟ ب 1، يبقى 1 بلس 0 هتبقى ب 1، تمام كده. وبعدين يروح يعمل ايه؟
ال 1 دي خد بالك الرينج فور اي ان رينج جي بلس 1 يبقى هو اللي قبلها ودي بيقف عندها يعني ما بيحسبهاش هنا، فهو هيحسب هنا 1 تمام كده. طيب يبقى التوتال دلوقتي بقت كام؟ التوتال بقت ب1. بعد كده عايز يحط ايه في ال ايه في الـ في الـ في الاري اللي اسمه ايه، الاي اوف 0، هيحط فيها التوتال اللي هو 1 اوفر كام الجي بلس 1 اللي هي 1. 1 على 1 هتساوي كام؟ هتساوي 1. طيب نكمل. 4J in range M، ال J تاني مرة هتبقى قيمتها بكام؟ هتبقى بواحد. طيب ساعتها ال I هتتكرر من كام لكام؟ ال I هتتكرر من 0 ل 2، يعني همشي 0 و1 وهقف عند الاتنين مش هاخدها معايا. التوتال خد بالك احنا ابتدينا ايتريشن تانية، فالتوتال بقى بكام؟ التوتال قيمته بقت بزيرو. هيبتدي يجمع مين بعد كده؟ هيجمع الزيرو زائد الواحد زائد الاثنين اللي هي اس اوف زيرو زائد اس اوف 1. يبقى زيرو زائد واحد زائد اثنين هتبقى بكام؟ هتبقى باثنين بتلاته تمام؟ تلاته على كام؟ تلاته على الجي بلس 1 بكام؟ الجي بلس 1 باثنين اللي هي واحد زائد واحد باثنين. يبقى هيحطها فين؟ هيحطها في اس اوف الاي اوف جي، الاي اوف جي اللي هي بواحد. يبقى هيحط في الجي اوف واحد، هيحط في الاي اوف واحد هيحط 3 على 2 اللي هم مين بقى؟ اللي هم الواحد زائد 2 هو ده البريفكس، هو الافرج اللي هو مين؟ مجموع على العدد صح؟ مجموع الاثنين دول بكام؟ بواحد زائد 2 على عددهم بكام؟ على عددهم ب2 اتحطت هنا. طيب بعد كده ايه اللي بيحصل؟ نكمل نمشيها كمان مره عشان نشوف احنا فاهمين ولا لا. طيب الجي هتبقى بكام؟ الجي هتبقى ب2. التوتال هيرجع بكام؟ هيرجع بزيرو، لان انا في اتش اتريشن اول ما ببتدي الاتريشن بتاعتي التوتال بيبقى بيتصفر بزيرو. التوتال بزيرو، تفتكروا كده ايه اللي هيحصل هنا؟ ناتج الجمع هيبقى شكله ازاي؟ هنمشيها. لما الجي بتبقى ب2 يبقى الاي هتمشي من زيرو لكام؟ من زيرو لتلاته. طيب من زيرو لتلاته، التلاته مش داخله معايا، يعني هو هياخد زيرو وان وتو. كل مره هيجمع مين؟ التوتال زائد الاس اوف اي اللي هي زيرو وان وتو. يبقى هو هيجمع واحد زائد اتنين زائد تلاته بكام؟ سته على عدد مين؟ على الجي، الجي بلس 1. الجي بلس 1 بكام؟ بتلاته. يبقى 6 على 3 يبقى هيشيل ال A اوف 2 وهيحط مكانها 6 على 3 اللي هي بكام؟ ب2 وهكذا. يبقى عند القيمة دي هو مجموع القيم بتاعتك اللي قبلها على عددهم، عند القيمة دي هتجيب مجموع القيم اللي قبلها على عددهم، وده اللي بيسميه ايه؟ ده اللي بيسميه prefix average. في الآخر خالص لو عدينا آخر واحد هيبقى 1 زائد 2 زائد 3 يبقى 6 تمام. 6 و4 10، 10 على كام؟ 10 على عددهم، يبقى 10 على 4. وده دي القيم اللي المفروض يعمل لها ريتيرن، هو في الاخر بيريتيرن الاي اللي هي مين؟ اللي هي الاي دي اللي شايله البريفكس افريج. يعني عند كل قيمه ده البريفكس افريج بتاعها اللي هي يبقى هو مجموع مين؟ مجموع كل اللي قبلها على العدد بتاعهم. ده كده فكره مين؟ ده فكره البروبلم بتاعتي. الكود ده بيجيب مين؟ بيجيب البريفكس افريج. لو احنا بصينا كده واحنا مش فاهمين حاجه او يعني مش قادرين نفهم الكود بتاعنا، وقال لك اعمل اناليسز ليه طلع لي الكومبلكسيتي بتاعته، من الامثله اللي احنا خدناها قبل البريك هنطبق نفس الكونسبت بتاعي. انا عندي ده الهيدر بتاع الفانكشن، الهيدر هيتكرر مره واحده. الان لما هحط فيها اللينث بتاع الاس دي هتتكرر كم مره؟ هتتكرر مره واحده. هيكرييت الاري بتاعي، هيكرييت الاري مره واحده بس. الفور لوب دي ماشيه كام مره او بتتكرر كام مره؟ اللي جواها بيتكرر كام مره؟ بيتكرر n تايمز. طيب جوه الفور لوب دي التوتال هتتصفر كام مره؟ هتتصفر n تايمز عشان هي جواها. طيب جوه الفور لوب دي في نستد فور لوب، النستد فور لوب دي الرينج بتاعها كام؟ الجي بلس 1. طب هي الجي اصلا دي بتبتدي بكام وبتنتهي عند كام؟ بتبتدي عند من جي
من زيرو لغاية الام. يعني انا اقدر اقول ان عدد تكرار الجي دي هتبقى كام مرة at most، يعني في اكبر حالاتها هتتكرر n times. جواها هنا دي التوتال هيتحسب كام مرة؟ هي جوه الفور لوب الثانية، تمام؟ فهنلاقيها انها دي هتتكرر n في n، يعني دي هتبقى n في n. الاساينمنت بتاعي ده هيبقى شكله ازاي؟ هي خد بالك الاساينمنت بتاعي ده بره الفور لوب الثانية، بس هي جوه الفور لوب الأولانية، يبقى هيتكرر n times. هيرترن كام مرة؟ هيرترن مرة واحدة بس. فلو بصينا انت عندك هنا في الكود وانت مش فاهم اي حاجة، بس انت قادر تتريس عدد تكرار الستيتمنت، هنقدر نعرف ان الجزء ده هو الدوميننت. ايه هو الدوميننت بارت؟ اللي هو عبارة عن مين؟ عبارة عن الاتنين فور لوب جوه بعض. طب الاثنين فور لوب دول جوه بعض، يعني المفروض عدد التكرار بيتضرب في بعضه، يعني كل واحده في الجي هكرر اي عدد مرات الاي، وبالتالي الكومبلكسيتي بتاعه الكود ده على بعضه كده، حتى لو انا يعني لسه الفكره ما وصلتنيش بنسبه 100%، عندي قدامي اثنين فور لوبس هما اللي بيستهلكوا اكتر الوقت، والاثنين فور لوبس دول الرينجز بتاعتهم ده رايح للان، رايح يعني ايه؟ يعني اقصى عدد من الالمنتس هيمشيها هي عدد الان، وده ماشي من الاي للجي، والجي دايما رايحه للان، كاني بقول ان في ان دول نيستد فور لوبس، يبقى هيتضربوا في بعض مش هيتجمعوا على بعض. يبقى انا اقدر اقول ان الكومبلكس بتاعه الالجوريثم ده او اوف كام؟ ان سكوير. ان في ان تبقى ان سكوير. ده كده من غير ايه؟ من غير ما احاول، يعني من غير ما، لو انا مش فاهم الكود ده بيعمل ايه، اقدر على طول استخلص او استنتج مين الكومبلكسيتي بتاعته. طيب احنا واحد فيكم، انا طلبت منكم كل واحد يعمل فيكم الجوريثم من البريفكس افريج، واحد عمل الكود ده وعمل له اناليسز طلعه ان سكوير، تمام؟ طيب واحد فيكم، واحد تاني ابتدى يعمل الالجوريثم ده بس بطريقه تانيه، تعالوا نشوف كده. ادي هو نفس البروبلم بتاعتي، هو بريفكس افريج ده هتتكرر مره واحده، ده الهيدر بيجيب اللينث بتاعي في مره، وبيكرييت اري كمان مره. ايه اللي حصل هنا بقى؟ هو قال انا عندي هنا في الاول في الحل الاولاني، انا لكل element كنت بضطر اجمع الاليمنتس اللي قبله كلها من الاول. يعني انا لما جيت عشان اجيب البريفكس افريج للقيمه 3، جمعت 1 زائد 2 زائد 3 وقسمتهم على عددهم. لما جيت اجيب الاليمنت اللي بعده جمعت برده من الاول، 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4. طب مين اللي في الكود اللي بيعمل الحته دي؟ الجزء بتاع التوتال لما بصفره بزيرو جوه الفور لوب الاولانيه. كنت كل مره بتنيشاليز التوتال بزيرو، فانت كده بتخليه يبتدي الاديشن من الاول. واحد تاني فكر في فكرة أحسن شوية، قال لك لأ، طب أنا خلاص أنا ليه كل مرة هرجع أعيد من الأول ناتج الجمع؟ طب ما أنا أسيب الجمع بتاع الستيتمنت أو بتاع الإيتريشن اللي قبلي وأستخدمه أضيف عليه النيو إيليمنت. عشان كده في الحل ده ابتدى طلع التوتال بره، عمل لها initialization مرة واحدة بس، وكل مرة مشي فور لوب واحدة بس، كل مرة بيقعد على التوتال القديم بيقاد عليه مين؟ القيمه الجديده بتاعت الايه؟ الاليمنت اللي انت عايز تضيفه في البريفكس افريج. وبرده في الايه؟ برده بيروح يحسب الافريج وبعدين بيريتيرن الايه؟ اللي هي القيمه بتاعته. يعني لو انا هعمل الاري بتاعي زي اللي احنا عملناه بالظبط كده، ادي فيه 1 2 3 4، هيجي يحسب اول واحده. يلا نعمل كده، نعمل تريسنج. مهم جدا ان انت تعرف تعمل تريسنج. هو ده الاس وده الاي، ادي ده 0 1 2 3. هنا هيقول لما الجي هتبقى بزيرو، تمام؟ مفيش بقى ايه؟ مفيش فور لوب ثانيه. الجي لما هتبقى بزيرو هيحسب هيجمع على التوتال قيمه مين؟ قيمه الاس اوف جي. يبقى التوتال كده، في التوتال كده بقى في واحد اسمه توتال بره، قيمته كانت بزيرو في الاول خالص، اول لفه او اول اتريشن في الفور لوب القيمه بتاعته بقت كام؟ 0 بلس 1 هتبقى ب 1. وهيقسمها على مين؟ وهيقسمها على التوتال ده، هيقسمه على الجي بلس 1. الجي كانت ب 0 فجي بلس 1 هتبقى ب 1، يبقى هيقسم 1 على 1، هيحطها هنا ب 1.
يمشي كمان مرة في اللوب، الجي هتبقى بكام؟ الجي هتبقى بواحد. هيروح يعمل ايه بقى؟ التوتال ما تغيرش، التوتال ما تصفرش، لان هو ما موجود جوه الفور، بره الفور لوب بتاعته. فهيروح يجمع الاس اوف جي اللي هي الاس اوف واحد اللي هي اتنين، هيجمعها على مين؟ هيجمعها على الواحد اللي كان اوريدي موجود، فهيبقى قيمتها بكام؟ اتنين واحد هيبقى 3. هيروح بعد كده يجيب ال A of J اللي هي ال A of 1، هيحط فيها التوتال اللي هو 3 over over كام؟ 3 over 2، يبقى 3 over 2 ويحطها هنا. هي نفس القيم اللي احنا حسبناها المرة اللي فاتت، وبتأدي نفس الغرض. يبقى احنا كده لقينا ايه؟ لقينا ان انت البروبلم الواحدة ممكن تتحل بأكتر من طريقة. طب لو جينا عملنا كده نفس اللي احنا عملناه، عملنا اناليسز وانا مش فاهم، عملنا اناليسز للكود بتاعي، هو ده هتتكرر مره ودي مره، دي هتتكرر كمان مره واحده بس الانيشاليزيشن. عندي هنا في فور لوب، الفور لوب دي جواها اتنين ستيتمنتس، الفور لوب رايحه للان، يبقى دي هتتكرر ان تايمز ودي هتتكرر ان تايمز، والريتيرن هيتكرر كام؟ هيتكرر مره واحده. من اللي انا شايفاه ده كله يبقى مين الدوميننت بارت عندي؟ اللي هي الفور لوب هي الدوميننت، الدوميننت بارت عندي هي الفور لوب، وبالتالي هي كام فور لوب؟ هي فور لوب واحده بس. الفور لوب دي هتتكرر كام مره؟ اكوردنج لللينث بتاع الاري اللي هو الانبوت سايز. وبالتالي هنقول ان الخطوات دول او الفور لوب دي هتستهلك وقت قد ايه؟ هتستهلك ان تايم. يبقى انا عملت حلين، عملت حل طلع لي كومبلكستي ان سكوير، وعملت حل تاني لنفس البروبلم طلع لي او اوف ان. وانت عارف بالترتيب السيفن فانكشنز بتوعي ماشي، ان اولنا كونستنت، بعدها لوج، بعدها ان، بعدها ان لوج ان، بعدها ان سكوير. تمام، عندي حل بان سكوير وعندي حل بان، يبقى مين المور افيشنت عن التاني؟ المور افيشنت اللي هو الليس كومبلكسيتي، وانا عندي مين الليس كومبلكسيتي؟ اللي هو اللينير. طيب اللينير فانكشن عندي اقل من السكوير فانكشن، وبالتالي يبقى مين الحل اللي هو المور افيشنت؟ الحل اللي بيجيب لي لينير فانكشن هو المور افيشنت. تمام، هو ده الوضع بتاعنا خلال الكورس كله، بيديني اكتر من حل وكل واحد بيبقى له كومبلكسيتي مختلفه، وانت المطلوب منك ان انت تعرف تطلع الكومبلكس دي عشان تقدر تفاضل ما بينهم، وساعتها تقول ان ده مور افيشنت عندك، وهو ده الهدف من الكورس بتاعنا. تمام كده، في مشكله؟ يبقى احنا كده الحلين كويسين جدا، بس في واحد مور افيشنت عن الثاني، المور افيشنت هو اللي بيجيب ليس كومبلكسيتي. طيب كده احنا عندنا دي البروبلم بتاعت مين؟ دي البروبلم بتاعت البريفكس افريج. لو احنا خدنا بالنا كده البريفكس افريج اتحل كده اسمه prefix average 2، ده حل تاني. بس الحل التاني اللي لو احنا شايفينه كده اهو، الحل ده هو نفس الحل الاولاني، الفرق ما بينه عشان بس ما تتغرش ان في فور لوب واحده. لو احنا بصينا اهو برده ده حل اهو، بيجيب اللينك، بيكرييت الاراي، وبيمشي فور لوب واحده جوه الايه، جوه الجي رايحه لغايه الانبوت سايز بتاعي. بس عندي الخطوه اللي بعدها ال A of R، ال A و J بتساوي السم بتاع الاري من 0 لل J plus 1. الحته دي كانه بينادي على فانكشن كده في البايثون اسمها سم، والفانكشن اللي في البايثون دي اللي اسمها سم دي بتروح تعمل ايه؟ هي اللي بتجمع الارقام بتاعتي من 0 لغايه ال J plus 1. وعشان كده يبقى هو في بيصم الاليمنتس من الاول لغايه ما بوصل لاي element تاني. تمام، يبقى هو بيجمع برده من اول الاري. الحته دي تعويضا عن مين؟ عن حته الايه، عن الجزء الاولاني اللي انا بصفر التوتال وبمشي بالفور لوب الثانيه. هو نفس الحل، جزء السم بيجيب السم بتاع الاليمنتس من اول الاري، يعني at each iteration انت بتضطر تصم الاليمنتس بتاعتك من اول الاري. وعشان كده الكومبلكس بتاعه الالجوريثم ده ستيل برده ان سكوير. تمام، يبقى انا عندي هنا اهو، عندي ثلاث حلول كمان، ثلاث حلول عملنا لهم اناليسيس طلعنا منهم اتنين ان سكوير
طلعنا واحد منهم لينير، يبقى انا بالتالي على طول هقول ان اللينير الجوريزم هو المور افيشنت، وهو ده اللي انت بتبتدي تعمل له ايه، تعمل له امبلمنتيشن. اعتقد ان احنا يعني في الاكزامبل ده اعتقد ان الصوره بتاعت الكورس وضحت شويه. ده الهدف منه، ان انت زي ما بقول تقدر تفاضل ما بين الالجوريزمز وبعضها. طيب نكمل بقى، معلش نكمل معانا بقى باقي المحاضره. باقي المحاضره فيها 2 أو 3 اكتيفيتيز زي اللي احنا عملناهم دول. بيجي يديني هنا اهو، بيديني جزء من كود، ده عباره عن فانكشن. الفانكشن دي انا عايز اطلع الكومبلكس بتاعتها. وحاجه تانية انت المفروض سكيل لازم تكتسبها خلال الكورس، ان انت تقدر تعمل تريسنج للكود ده عشان تقدر تعرف هو بيعمل ايه. بيجي ساعات بيجي سؤال يقول لك قول لي الكود ده المفروض الهدف منه ان هو يعمل ايه، طلع لي الفانكشن بتاعته. تمام، فتعالوا نمشي مع بعض واحده واحده كده نشوف هو ماشي ازاي. الفانكشن دي اسمها يونيك، بيدخل لها اس. احنا قدامنا طبعا ده محلول، يعني احنا قدامنا الاكتيفيتي محلول، اللي هو بيقول لك ايه، ان الاس ده الميثود دي هتريتيرن ترو اف ذير ار نو دوبليكيت اليمنتس ان سيكونس اس، يعني عنده في اري اسمه اس داخل، والفانكشن دي بتريتيرن ترو لو ما كانش فيه ايه دوبليكيشن. يعني ايه لو ما كانش فيه ايه؟ لو ما كانش فيه 2 اليمنتس زي بعض. تعالوا نشوف هو حلها ازاي. هو مشي فور لوب اهو، لو انا مشيت كده ادي ده الاري بتاعي اهو، اهو كده ماشي، ادي عندي دي 1 2 3 4، دول الاليمنتس اللي جوه الاري. طب هو انا عشان اتشيك ان مفيش دوبليكتس في الاري، يعني مفيش ايه، مفيش اليمنت متكرر مرتين، بعمل ايه المفروض؟ هعمل ايه المفروض؟ انا همسك كل اليمنت من دول هقارنه بكل الاليمنتس اللي بعده. تمام، هقارنه بكل الاليمنتس اللي بعده. الواحد ده هقارنه بالاثنين، لا مش زيه، التلاتة لا مش زيه، والاربعة لا مش زيه، فكده الواحد حلو تمام كده مفيش زيه. يروح يجي للاثنين، طبعا مش هيقارنها باللي قبلها لان خلاص اوريدي اللي قبلها تقارن دي. الاثنين يقارنها باللي بعدها كلها. الاثنين زي التلاتة؟ لا. زي الاربعة؟ لا. يبقى الاثنين يونيك. يمسك التلاتة، التلاتة زي اللي بعدها، التلاتة زي الاربعة؟ لا، تبقى يونيك، وخلاص الاربعة بيقف عندها. فلو بصينا كده على الكود بتاعها، انت محتاج تعمل ايه؟ محتاج لكل element تشوفه هو علاقته ايه بكل ال elements اللي بعده. فانت لكل element في الاري محتاج تشوفه بكل ال elements اللي بعده. فهيدخل في 2 for loops جوه بعض. for j في الرينج بتاعي رايحه تتشيك على كل ال elements اللي في الاري element by element، ولكل element في الاري هيروح يشوفه لمين؟ for k in range ال j plus 1 لل length. هنا ليه ال J plus 1 دي معناها ايه؟ معناها ان هو عايز يشوف كل element في الاري علاقته ايه بكل ال elements اللي بعده. تمام؟ طيب كل مرة هيروح يعمل ايه؟ هيشوف هل ال S of J بتساوي ال S of K؟ ال K دي مين؟ زي ما انا بقول كده، هيشوف الواحد هي زي الاثنين ولا زي وزي التلاتة ولا زي الاربعة؟ تمام؟ يبقى الكل element في الاري هيشوفوا علاقته بكل الاليمنتس اللي بعده. طب انا بكرر الكلام ده ليه؟ عشان هو ساعات بيجي يعمل ايه بقى؟ بيجي يديك سيناريو، والسيناريو ده مطلوب منك ان انت تكتب الالجوريزم بتاعه. ومن ضمن السيناريوز دي ان انت عايز تشوف كل اليمنت ايه علاقته بالاليمنتس اللي بعده. واضحه الحته دي؟ طيب فتروح على طول، ادي ده مديني مثال اهو محلول، مديني مثال يقول لي لو انت عايز تقارن element في الاري بكل ال elements اللي بعده، شكل الفور لوب بتاعته كده اهي، شكل الاثنين فور لوبس بتوعه كده. يبقى احنا اللي بناخده هنا مش بناخده بس كده وخلاص، لا احنا بنبتدي نشوف ازاي هو حل البروبلم دي، عشان لو جات لي بروبلم زيها ابتدي اعرف اعمل الديزاين بتاع الايه الالجوريزم بتاعي. وده برضو ده احنا من ضمن الجولز بتاعه الكورس بتاعنا، ان انت مش بس تعمل اناليسز، لا ان انت ازاي تقدر تديزاين يور اون الجوريثم. عشان كده بنديك امثله كتير تعرف تحاول تفهم انت هي اشتغلت ازاي. طيب فهو هنا هندي هيمشي في الاثنين فور لوبس دول، كل مره هيتشيك الاليمنت كل الاليمنتس اللي بعده، لو لقى اتنين زي بعض
يريتيرن فولس. يعني ايه ريتيرن فولس؟ يعني الاري مش يونيك. لو خلص الاثنين فور لوبس دول ولقى ان مفيش ولا واحد متكرر يبقى يريتيرن ايه؟ يريتيرن ترو. يبقى انا لو جيت قلت لك اعمل لي اعمل لي الجوريزم يتشيك ان الاري ده فيه فيه دوبليكيشن ولا لا، هو بيجي السؤال بالظبط بالشكل ده، فانت على طول انت واخد مثال عليه، فانت تضطر تروح تكتب ايه، انت اللي بتكتب الالجوريزم ده في الامتحان، انت اللي بتكتب الالجوريزم ده. طيب ادي ده اول جزء. اول جزء احنا عرفنا الالجوريزم ده بيعمل ايه، محتاجين ان احنا نعرف دلوقتي هو الكومبلكس بتاعته قد ايه. برضو برجع بنفس السيكونس بتاعي، الحاجات بقت خلاص المفروض انت واحده واحده هتلاقي البروسيس واحده، بس انت بتبتديها بتعرف ازاي تبتدي ايه تطلع الناتج بتاعها. انا عندي هنا اهو ده الالجوريزم بتاعي، على طول بمجرد النظر كده هعرف ان هم دول اتنين فور لوب جوه بعض. الاتنين فور لوبس الرينجز بتاعتهم ايه؟ الجي هتوصل في الاخر لغايه الان، الان ده اللي هو مين او ده المين، ده اخر الجي هتمشي لغايه فين؟ لغايه ما تخلص كل الاليمنتس اللي موجوده في الاري. فالجي رايحه لغايه اللينث بتاع الاري، يبقى الانبوت سايز اللي هو الان. طيب الكي رايحه من فين لفين؟ رايحه من الجي بلس 1 لللينث، يبقى اخري فين برضو؟ اخر اللينث، يبقى اخري الان. ودول اتنين فور لوب جوه بعض، يبقى المفروض بيتضربوا الكومبلكس بتاعتهم او عدد تكرار الستيتمنت دي هتتكرر مضروبين في بعض ولا مجموعين على بعض. احنا اتفقنا خلاص نبقى عارفينها هي دي دايما في دماغنا، ان النستد فور لوبس او يعني لو الفور لوبس جوه بعض يبقى انت عندك الاوبريشن بتتكرر حاصل ضرب الرينجز بتاعتها. فالاف الاس اوف جي بتساوي الاس اوف كي ريتيرن فولس، دي هتتكرر كم مره؟ هتتكرر ان تايمز ان. اللي هتطلعها لي كام؟ هتطلع ان سكوير، والان سكوير دي هي مين؟ هي الايه الكومبلكس بتاعتي، البيج او اوف ان سكوير، ده الكود بتاعي ده هو الكومبلكس بتاعتي بيج او اوف ان سكوير. ده كده واحد من الامثله المهمه اللي احنا المفروض عرفنا نطلع منها الكومبلكس، وكمان عرفنا نفهم هو بيعمل ايه. طيب اخر مثال عندنا، تعالوا نبص هو كده بيعمل ايه برضو، لو احنا مش من غير ما نبص هو بيعمل ايه، خلينا ماشيين واحده واحده كده نقول انا مش فاهم اي حاجه من الكود ده، بس انا عايزه اطلع الكومبلكس. الكود ده داخل له ثلاثه اريز، واحد اسمه A، واحد اسمه B، واحد اسمه C، ما اعرفش بيعمل ايه، المهم ان هو بيدخل في ثلاثه فور لوبس جوه بعض. ادي نستد فور لوب، واحد ماشي لللينث بتاع ال A، والتاني اللينث بتاع البي، والتالت اللينث بتاع السي. تمام، بيتشيك عليهم اف ده بيساوي ده بيساوي ده، يبقى احنا عرفنا ان هو بيتشيك هل الارقام اللي جوه الاي والبي والسي زي بعض ولا لا. تمام، بس انا عندي هنا الاي ده اللينث بتاع يعني ده عدد الاليمنتس بتاعت الاري اللي اسمه ايه، وده عدد اللينث الاليمنتس، وده عدد الاليمنتس. تمام، ما هو اكيد مش هيساوي الاي مع البي مع السي لو ما كانوش قد بعض. ماشي، لو افترضنا ان ده ان وده ان وده ان، تمام، يبقى ال 3 4 لوبس دول الكومبلكس بتاعتهم او اوف ان كيوبيت، لان الثلاثه دول جوه بعض. تمام، طيب هو بيعمل ايه بقى الكود ده بيعمل ايه؟ بيريتيرن ترو اف ذير از نو اليمنت كومن تو اول 3 ليستس. يعني هو بيشوف ايه؟ برضو بيشوف الدوبليكيشن، لو ما كانش فيه اليمنت مشترك ما بين الثلاثه اريز دول هيريتيرن ترو، otherwise هيريتيرن فولس. يعني هو كده هو لو افترضت كده اهو، ادي كده ادي 1 2 3 4، وعندي هنا البي في 5 6 7 8. تمام، وهيروح يعمل ايه بعد كده؟ ده السي ماشي 1 9 10 11، ادي عندي ده، فهو هيروح يمسك هنا كده، هل الواحد متكرر مع البي؟ ادي دي الاي بي سي، هل الواحد متكرر مع البي؟ طيب ومتكرر مع السي. تمام، لو لقى قيمه موجوده في البي وموجوده في السي هيريتيرن كده ايه؟ فولس. يبقى المفروض لو انا بعمل تريسنج ده يريتيرن فولس، لان مين؟ لان الواحد متكرر في الاي ومتكرر في السي.
يبقى احنا عرفنا كده دلوقتي اهو، ادي ده مثال تاني عرفنا لو انا عندي في اكتر من ليست وعايز اتشيك على القيم بتاعتهم شكلها ايه، يبقى انا القيم دي المفروض بدخل لكل element في الايه، هقارنه بكل element في البي مع كل element في السي، وبالتالي الكومبلكس بتاعتي هتبقى لانهم 3 4 لوبس جوه بعض، يبقى الكومبلكس بتاعتي هتبقى كام؟ هتبقى n كيوب. ماشي، المفروض احنا كده خلصنا المحاضرة بتاعتنا، وبعد المحاضرة دي ان شاء الله المفروض تبقى انت وصلت، انت عرفت انا محتاجة منك ايه في الكورس. فانا دايما بركز على المحاضرة دي عشان زي ما اتفقنا ان هي دي البيز بتاعت الكورس بتاعنا اللي انا ببتدي ابني عليه. لو انا بنيت بشكل كويس، فهمت الوضع بتاعي وفهمت المحاضرة دي بتتكلم عن ايه وهي انا محتاج مني ايه، يبقى انا هبتدي همشي في الكورس بشكل كويس. عشان كده انا بهتم جدا ان انا بدي بعمل بستنى فيدباك منكو على المحاضرة دي، ولو في اي مشكلة فيها انا ما عنديش اي مشكلة نعيد فيها اكتر من مرة لغاية ما الصورة كاملة توضح بالنسبة لي. كده يعني متشكرة جدا ليكو، وان شاء الله ان شاء الله نتقابل في المحاضرة اللي بعدها بإذن الله.